الإسلام السياسي ومحمد عمارة. طبعا المعركة مستمرة ما بيننا كناس شايفين فصل الدين عن الدولة، أو بمعنى صح العلمانية، وما بين أساطين الإسلام السياسي اللي المعركة كانت بينهم قائمة في القرن الماضي ووصلت إلى 92 اللي هو اغتيال فرج فودة. بنشتبك مع كتبهم، وهتبقى في جزء من فقراتنا او جزء من حلقاتنا هتبقى استعراض لبعض الكتب، وهذه احد الحلقات اللي احنا هنستعرض كتاب الاسلام السياسي لمحمد عماره. هو ده موضوع حلقتنا النهارده. السادة المشاهدين، اهلا بكم. طبعا احنا عارفين المناظرة الشهيرة اللي كان بين فرج فودة وبين ومحمد خلف الله من جهة، ومحمد عمارة والغزالي والخطيبي من جهة اخرى في معرض الكتاب في يناير 92. وبعيدا عن الصخب اللي كان عامله الألتراس بتاع الاخوان المسلمين في هذا التوقيت تشجيعا وتحميسا لاي كلمة يقولها عمارة او اي كلمة يقولها الغزالي، وكأنه يعني ألقبهم بحجر يعني الطرف الآخر، ولكن الحقيقة الذي عرفها عمارة وعرفها الغزالي أنهم هزموا هزيمة ساحقة، وأن فرج فودة بالذات استطاع أن يوجه لهم ضربات وطعنات قاتلة في الأيديولوجيا وفي الأفكار، وتورط الخطيبي في دعمه للتنظيم الخاص والتنظيم السري. كنا استعرضنا المناظرة في حلقات سابقة واستعرضنا كتب فرج فودة، ولكن المعركة لم تنتهي. طبعا اغتيل فرج فودة في شهر 6 من هذا العام، ولكن في شهر 3 طلع عمارة كتاب اسمه الإسلام والسياسة، وطبعا طبعاه مكتبة الشروق الدولية. ودي أحد الإشكاليات، إن إزاي إن دار مهمة بشكل أو بآخر زي الشروق أو اللي هو انقسمت بقت الشروق والشروق الدولية لاحقا، وكانت داعمة بشكل كبير جدا للإسلام السياسي، وكانت تطبع الغزالي وتطبع يعني محمد عمارة وتطبع لسليم العوة وتطبع لآخرين كثر في هذا التوقيت. وفي نفس الوقت لم يكن فرج فودة يجد من ينشر له كتب. إلى هذا المستوى كنا وصلنا إلى فكرة انتشار كبير جدا ودور نشر ضخمة زي دار الشروق، هي طبعا تعتبر الأضخم في مصر من حيث أماكن العرض والقدرة على التوزيع والانتشار في العالم العربي، ومتحالفة أو متضامنة أو في شراكة بينها وبين الإسلام السياسي بشكل أو بآخر. وفرج فودة ما يلاقيش دار اسمها دار المستقبل، أو دار ربما تكون دار هامشية ليس لها الانتشار والقوة إنها تطبع كتبه لاحقا، يعني إنما في توقيته ما كانش يلاقي عيني دار نشر تنشر له كتبه بشكل جيد وتكون قوية الانتشار وسرعة الانتشار زي دار الشروق أو دار الشروق الدولية اللي هم الأخوين يعني أولاد المعلم. الكتاب بتاع النهاردة الإسلام والسياسة انكتب في شهر 3 من هذا العام، وكأنه يرد على فرج فودة. الكلمات والشبهات التي ألقاها في هذا الكتاب فرج فودة ويحاول الرد عليها هي كانت نبرات وكلمات وحروف وجمل فرج فودة، وكان بيحاول يرد عليها. نستعرض الكتاب او بعض فقرات من الكتاب. الكتاب طبعا موجود على النت، وان كان يعني الريزولوشن بتاعه ضعيف يعني البي دي اف، بس موجود على النت تستطيعوا تحميله، اللي هو الاسلام والسياسه محمد عمارة، اللي هو اعاد طبعه عده مرات، وكانت الطبعه الخامسه او السادسه في 2006. وللاسف الشديد طبعا كتاب الاسلام والسياسه شبهات العلمانيين او شبهات وعلامات استفهام، بيحاول يجاوب محمد عمارة عن خمس شبهات. ايه هي الشبهات؟ شبهة الخشية من التطبيق البشري للشريعة الإسلامية، شبهة الخشية من الاستبداد باسم الدين، شبهة الخشية على الوحدة الوطنية من الحكم الإسلامي، شبهة غموض المشروع الإسلامي وغيبة برنامجه، شبهة اقتران المشروع الإسلامي بالعنف. نشوف الشبهات ويرد عليها عمارة إزاي. عندنا شبهة الخشية من التطبيق البشري للشريعة الإسلامية، من شبهات العلمانيين الذين تخونهم شجاعتهم فينافقون الأمة المسلمة قولهم إننا لا نخشى من الإسلام فهو عزيز علينا، وإنما خشيتنا من التطبيق البشري للإسلام
والبشر يخطئون ويصيبون، ونحن نريد تنزيه الإسلام عن أخطاء التطبيق البشري. فدعوتنا للحكم بالقانون الوضعي ليست عداء للإسلام، وإنما هي صيانة للإسلام. والله إن صوت فرج فودة يرن في أذني هذه كلماته. خلي بالكم الكتاب ده أول طلعة منه كتبت سنة 92، مارس 92، بعد شهرين من المناظرة الشهيرة بين فرج فودة ومحمد عمارة والغزالي، وكأنه يحاول الرد على فرج فودة الذي قتلوه بعد 3 أشهر من هذا التاريخ اللي هو مارس. يعني المناظرة كانت في يناير، هذا الكتاب أول طبعة ليه كانت في 92 في مارس، هو اغتيل في 6/92. هذه كلمات فرج فودة، ارجعوا للمناظرة هتلاقوا هذه كلمات فرج فودة. محمد عمارة شعر أنه هزم في مناظرة فرج فودة، وكانت هزيمة حقيقية، فجلس مع نفسه شهرين وحاول أن ينتج هذه الردود على فرج فودة. إن هو بيقول إن فرج فودة كان بيقول: الإسلام عزيز علينا، وإنما خشيتنا من التطبيق البشري للإسلام، والبشر يخطئون ويصيبون، ونحن نريد تنزيه الإسلام عن أخطاء التطبيق البشري. فدعوتنا للحكم بالقانون الوضعي ليست عداء للإسلام، وإنما هي صيانة للإسلام. دي كلمات فرج فودة. بيقول بقى إيه عمارة بيرد إزاي على الشبهة؟ بيقول إن كل التطبيقات لجميع النظريات والأنساق الفكرية هي تطبيقات بشرية، فالعمران الذي يدور الخلاف حول مرجعيته وفكريته أيديولوجيته هو العمران البشري الذي يبنيه البشر. فهل تعني الخشية على الأنساق الفكرية والنظريات السياسية والاجتماعية من أخطاء التطبيقات البشرية لها أن نعدل عنها كمرجعيات لتدابير السياسة والدولة والعمران، ونحتفظ بها في المتاحف أو بطون الكتب كي لا تتشوه بأخطاء التطبيق؟ إن الجاهلية يطبقها البشر الجاهليون، والماركسية يطبقها الماركسيون، والليبرالية يطبقها البشر الليبراليون. وإذا قلتم إن، يعني هو بيرد على نفسه مع محمد عمارة، وإذا قلتم أن هذا وضع خاص بالدين لأنه تنزيل إلهي تعلو مكانته عن مكانة الأنساق الفكرية والنظريات البشرية، ونحن العلمانيين لا يضيرون تشويه النظريات الوضعية بأخطاء التطبيق البشري لها، وإنما الذي نخشاه هو حدوث ذلك للدين الإلهي. ما هو فعلا الماركسية قابلة الليبرالية مش حاجة سائدة، في ايديولوجيا ليبرالية، ايديولوجيا ماركسية، بس بتطور نفسها مع التجربة والخطأ، والتجربة والخطأ بتطور نفسها. والليبرالية الحالية والرأسمالية الحالية مش هي الرأسمالية من 200 سنة، ولا الماركسية الحالية هي الماركسية من 200 سنة. اللي بتعمله الصين ده هو ده الاشتراكية بتاعت زمان او الشيوعية بتاعت زمان؟ لا، يعني احنا بنتكلم عن بتغير النظرية وبتطور في الايديولوجيا وبتعدل في انساقها، انما انت بالدين بتقول لي ثابت، والمعلومة للدين بالضرورة، وثوابت الدين والمقدس. دي مشكلة الدين، ده مش مقدس. ايه المقدس في الماركسية ولا الليبرالية؟ الناس عمالة تطور في ايه في هذه الانساق. بيقول اذا قلتم ذلك، بيحاول يرد بقى محمد عمارة، فنحن نقول لكم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الدين، لكن البشر هم الذين يقيمون الدين، كل فرائض ومبادئ وأركان وأصول وفروع الدين. فالله سبحانه قد وضع الدين ثم قال لنا نحن البشر أقيموا الدين. فلو كانت الخشية من لحاق أخطاء التطبيق البشري والإقامة البشرية للدين الإلهي مبررا للعدول عنه إلى غيره، فلما لا تدعون الناس إلى التدين بالديانات الوضعية كالبوذية والزرادشتية والكونفوشيوسية بدلا من الدين الإلهي، حفاظا عليه من أخطاء الممارسة والتطبيق البشري؟ لأن الخطأ في إقامة البشر للدين غير الإلهي أهون بمنطقكم من الخطأ في إقامة الدين الإلهي. يعني أنا مش فاهم برضو هو إيه، يعني إيه البوذية؟ أول حاجة الزرادشتية لهم كتاب، ودي يعني إيه ديانات وضعية؟ هم كمان بيقولوا إن دي ديانات إلهية، هم برضو جدعوا للدين الإلهي، ولكن هم بيقولوا إن هم وصلوا اللي هم بيسموها الأديان الغنوصية. يعني ليه الاستهانة بالأديان الأخرى بهذا الشكل، وان الدين بتاع الديانة الإبراهيمية هو الوحيد اللي هو دين إلهي؟ وبعدين بتقول لك يعني ايه العدول عنه الزرادشتية والكونفوشيوسية؟ في النهاية دي كانت أديان روحية، ما جاتش بأنساق اجتماعية او أنساق اقتصادية او أنساق سياسية، انما الإسلام شاءت الظروف انه حكم وانتشر وما شابه ذلك، وبيدعي ان فيه تفاصيل. فاحنا بنعمل تفاصيل بشريه، يعني ايه اللي روحه للاديان الوضعيه؟ انا مش فاهم، يعني كلام غير منطقي. وهو بيعتبر كان رد على الشبهه، رد على الشبهه ان هي بتاعت التطبيق بشري.
كده بيقول لك ان هو رد على شبهه خلاص ودخل على شبهه ثانيه، شبهه الخشيه من الاستبداد باسم الدين. والشبهه الثانيه للعلمانيين في حواراتهم مع الاسلاميين هي قولهم اننا نخشى من ان يتكرر في واقعنا الاسلامي ما حدث في الواقع المسيحي الغربي من استبداد باسم الدين. نخشى الاستبداد باسم الدين اكثر مما نخشى الاستبداد باسم القانون الوضعي، لان الاول يحيط استبداده بقداسه دينيه تجعل مقاومته أكثر صعوبة من مقاومة الاستبداد باسم النظم والقوانين الوضعية. ونحن سنفترض أيضا حسن النية وصدق الطوية في الذين يسوقون هذه الشبهة في مواجهة الدعوة إلى إسلامية السياسة والقانون والدولة والعمران، ومن ثم ندعوهم إلى منطق العقل علّه يقودون جميعا إلى كلمة سواء. نشوف العقل اللي بيتكلم عنه محمد عمارة، يعني ما ردش برضو على الشبهه بتاعه الايه الاستبداد باسم الدين. وخلي بالكم الاستبداد باسم الدين هو بيتكلم ان الاستبداد كان باسم الدين المسيحي. مين اللي قال كده؟ يعني اللي عمله الحجاج بن يوسف الثقفي ايه؟ اللي عمله ابو العباس السفاح ايه لما مسك الدوله وكان بيقتل بالشبهه باسم الدين وان هم احق بالخلافه وان الائمه من قريش وان هم اهل النبي وحاجات زي كده، وجاب ايات قرانيه برضو. ولا اللي عمله سليم الاول باسم الدوله العثمانيه لما دخل مصر ايه؟ مش استباحة ان قتل الرجال واستباحة النساء ونفس واسم الدين برضو واسم الخلافة؟ ولا اللي عمله يزيد بن معاوية في الحرة لما راح في المدينة لما خلعوا البيعة وفض غشاء ألف بكر ومش عارف قتل ايه والناس ان هم يبيعوا على انهم يبقوا عبيد ليزيد بن معاوية، ده مش كان استبداد باسم الدين؟ يعني في اي مرحلة من المراحل ما كانش فيه استبداد باسم الدين في الدولة الإسلامية؟ يعني هو الاستبداد باسم الدين ما كانش دين مسيحي بس، طبعا كان في استبداد باسم الدين المسيحي والعصور الوسطى ومحاكم التفتيش، انما لا كان في استبداد باسم الدين الاسلامي. وانت قلته في كتاب قبل كده هنبقى نرجع له لحظه مره اخرى لما اتكلمت عن ايام سوداء في تاريخ الامه الاسلاميه في موضوع قتل الجعد بن درهم، قتل غيلان الدمشقي، السهروردي، الحلاج، كتير اتقتلوا باسم الدين. يعني لا كان في اسم استبداد باسم الدين الاسلامي احنا خايفين منه. الشبهة الثالثة شبهة الخشية على الوحدة الوطنية من الحكم الإسلامي. والشبهة الثالثة التي يثيرها العلمانيون في وجه الدعوة إلى إسلامية السياسة والدولة والعمران هي الزعم بأن جعل الحاكمية في المجتمع للدين الإسلامي سيشق الصف الوطني في مجتمع به أقليات دينية غير إسلامية من النصارى على وجه الخصوص، لأن تحكيم دين في أبناء دين آخر هو امتياز لأبناء الدين الحاكم على الآخرين. وفي البداية نود أن نقول إن العلمانيين منافقون في الاحتجاج بقضية الأقليات لمواجهة الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ومثلهم في ذلك مثل قوى الاستعمار. بيشبه العلمانيين بقوى الاستعمار إن هو بيستغلوا موضوع الأقليات، الاستعمار والهيمنة الخارجية التي تستخدم أو هي تريد استخدام الأقليات عموما ثغرات وأوراق ضغط وعوامل نقد فيتو ضد مشروع النهضة الذي يمثل هوية الأمة وعقيدتها وشريعتها. والدليل على ذلك هو أن غلواء المعارضة العلمانية لحاكمية الشريعة الإسلامية لا تخفو قيد أنملة في المجتمعات التي ليست بها أقليات دينية غير إسلامية مثل الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وباكستان وعشرات من البلاد الإسلامية التي تكاد نسبة المسلمين بين سكانها أن تكون 100%. والدليل الثاني على النفاق العلماني في استخدام ورقة الأقليات الدينية هو أن العلمانيين جميعا يزعمون أنهم من أنصار المواثيق والاتفاقات والمعاهدات التي تقنن مبادئ حقوق الإنسان. وإذا كان من حق الإنسان المسيحي أن يحتكم إلى عقيدته وشريعته وهذا ما يصونه له النظام الإسلامي كفريضة على الأمة الإسلامية، أفلا يكون من حق الإنسان المسلم أن يحتكم إلى عقيدته وشريعته ومنها فريضة إسلامية السياسة والدولة والعمران؟ أليس من حقوق الإنسان أن يحكم بالقانون الذي يريد وأن يؤدي ما فرضه الله عليه من إقامة شريعته؟ دي الكلمات اللي قالها الغزالي في المناظر. طبعا دي مغالطة منطقية رهيبة جدا. أول حاجة للأسف الشديد الأقلية بتستقوى على الأكثرية تستقوى على الأقلية، وبيقول إنهم أهل ذمة. ولما تيجي الفتاوى ابن تيمية والفقه تلاقي إن في حاجة اسمها هدم الكنائس، وإن الكنيسة اللي تتهدم ما يتبناش واحدة منها جديدة، وإن هم يدفعوا جزية، وتقال كلام من ده، يتقال إنهم أهل ذمة. ما زال مصطفى مشهور قال إنهم أهل ذمة، وكثير من أبناء التيار ولا النهضة الإسلامية اللي حضرتك بتتكلم عنها اتهموهم إنهم أهل ذمة.
وانت عايز تدفعهم الجزيه في مقابل الحمايه. ده الكلام اللي كان بيتقال. فطبعا في استبداد من الاكثريه للاقليه. النقطه الثانيه بقى فكره بقى الديمقراطيه وحقوق الانسان، وان هو حق الانسان المسلم ان يحتكم الى عقيدته وشريعته، ده كلام بقى فارغ، لان انت كده بتمضي المسلم على بياض، بتمضيه على بياض ومش عارف بالظبط ايه الشريعه الاسلاميه. وانا اقول لك موقف بقى حصل معايا، بقول للمشاهدين يعني، محمد عمر الله يرحمه انتقل رحمه الله من حوالي عام. كنت في جمعه اسمها جمعه قندهار في التحرير، جم الاسلاميين من اقاصي الصعيد ومن شمال مصر ومن كل نجوعها، وكانت جمعه اسلاميه 100%. انا فوجئت طبعا، الدول نازله من كل حته والجلاليب القصيره، ومشهد يعني شديد الغرابه، واتسمت جمعه قندهار بسبب المشهد الغريب اللي كان في التحرير. وقفت عند المجمع، كنا حلقه بنتناقش كده 5 6 انفار يعني، في الاخر يعني اعتدى يعني شبه اعتدى عليا بالايه يعني باليد يعني، او زقوني او حاجه زي كده. وانا واقف بقول لهم طب يا جماعه تطبيق الشريعه الاسلاميه يعني ايه؟ فقالوا ثوابت الدين. قلت لهم ما انا يعني البنوك هنعمل فيها ايه يعني، بقى بحط بقى ضغط على الحروف. اختلفوا، واحد قال لك لا الصبح بنوك ربويه ولا بد ان تلغى البنوك، الثاني قال لا بالتدريج لان الاقتصاد ما اعرفش ايه، الثالث قال. اختلفوا في الاراء. قلت لهم طيب ايه الشواطئ والسياحه الشاطئيه نعمل فيها ايه بكره تتلغى؟ الثاني قال لك لا اصل السياحه مش عارف ايه، الثالث قال لك لا بالتدريج. قلت لهم طب السجاير والخمور، برضو واحد قال لك لا من الصبح تتلغى، والتاني قال لك لا بالتدريج، والتالت قال لك ما اعرفش. قلت لهم يا جماعه اهو انتوا مختلفين في تطبيق الشريعه الاسلاميه، انت بتقول الناس اختار، ما انت لو سالت الناس تختار الاسلام ولا الكفر هقول لك الاسلام، انما تعال اقول له بقى هلغي القهاوي او خليها يعني محو اميه زي ما كان بيقول حسن البنا، هقول لك لا ما انا بقى بخلص شغلي ولازم اقعد على القهوه، احنا كصنايعيه بنتقابل على القهوه عشان نظبط شغل بكره ونتفق، واحنا ارزقيه فالشغل بيجي لي عن طريق القهوه مثلا يعني، او ان احنا عايزين نلعب 10 طاوله، او زي ما عايزين نلعب دومينو، او زي ما نلعب كوتشينه. لو قلت الصعيد وهو اقصى محافظه يعني بنسبه عن المدن نلغي السياحه الشاطئيه، هيقول لك لا ده اكل عيشنا يعني، الصعيد اقصى محافظه من يعني من المدن زي القاهره واسكندريه اللي فيها شويه انفتاح، ولكن هم دول اكتر ناس موجودين في الغردقه وشرم الشيخ لانها قريبه منهم من جهه الصعيد. واحد الناس الصعيده قال لي سوق الجواز وقف في البلد ليه؟ لان السياحه ضربت. فقال لي كان الشاب من دول يروح يشتغل في الغردقه او في شرم الشيخ، يقعد سنه يشتغل يجي يبني شقته يتجوز السنه اللي بعديها، ودي اللي كانت فاتحه بيوت ومجوزه الشباب. من ساعه ما السياحه انضربت وسوق الجواز واقف في القريه والشباب كبر والبنات عنسوا وحاجات زي كده. فانت لو قلت للصعيدي ده هنطبق شرع ربنا وهنلغي السياحة الشاطئية هيوقف لك، انما انت ما بتقولوش انت تختار الاسلام والكفر، يقول لك هنختار الاسلام، وبعدين انت تيجي تطبقه بمزاجك. وبعدين هو طبعا محمد عمارة كتب هذا الكلام قبل ما يوصلوا لسده الحكم في عده دول، احنا بنتكلم انهم وصلوا في تونس للحكم، وصلوا في المغرب للحكم، وصلوا في مصر طبعا للايه؟ للحكم، وادي طلبان قدامنا هم موجودين في الحكم من زمان، ورجعوا تاني للحكم مره اخرى. عملوا ايه؟ عملوا ايه الناس؟ الجلد اللي احنا بنشوفه، القتل اللي احنا بنشوفه، تفجير المساجد اللي احنا بنشوفها، هو ده بقى اللي انت تحتكم للاسلام وبعدين تيجي تطبقه بمزاجك؟ الناس بتهرب من افغانستان، ويقول لك احنا كنا شغالين ايام الامريكان كويس، وان انا كنت اعلاميه، كان واحده اعلاميه ولا واحد مش عارف كان شغال مذيع ولا واحد كان شغال مش عارف في بنك، كل ده اتضرب مش لاقي شغل، وناس بتهرب من افغانستان الاسلاميه. وقت واحد تاني دلوقتي من الاسلاميين بيروحوا امريكا بيروحوا اوروبا، ما تروح افغانستان ما فيها دوله اسلاميه هي فيها شريعه اسلاميه؟ بيروحوش، لان انت بتتكلم عن كلام وهمي، ان تختار الناس تختار ايه؟ تختار على الهوى؟ اعملوا قوانين وتفاصيل والناس بقى تصوت عليها بالقبول والرفض، انما ما نمضركش على مياض وتعمل انت اللي هو عايزه. طب عملوا ايه في المغرب؟ ما هو قبل ما يمشي حزب العداله والتنميه في المغرب كان من الناس اللي طبعت مع اسرائيل. فين بقى؟ على القدس رايحين شهداء بالملايين. عثمان ما اعرفش ايه لو كان اخر رئيس وزراء ده مضى على التطبيق مع اسرائيل، وانهاروا انهيار رهيب جدا في الانتخابات، مش بسبب اسرائيل، ده احد العوامل، انهم لانهم 10 سنين بيحكموا في المغرب، وفشل اقتصادي وفشل في حل المشاكل وفساد وحاجات كتيره جدا حصلت من العداله والتنميه في المغرب. تونس نفس الكلام، وصلوا قمه البرلمان رشد الغنوشي والحزب شبه هو اللي بيحكم ومسيطر،
ورئيس الوزراء من عنده، وبرضه ما حلوش مشاكل البطاله والشغل والحاجات الاساسيه اللي الثوره قامت من عشانها. مصر بقى حدث ولا حرج. مشروع النهضه اللي قال لك لا ده كان مشروع كده احنا كنا حاطينه كده، انما التطبيق ده موضوع مختلف نتناقشه فيه مره تانية، وبرضه افسدوا ما حلوش حاجه. ده حتى الاسلاميين اخوانهم الاسلاميين اعترضوا عليهم لما اخونوا الدوله وراحوا عاطين مثلا لشارع الهرم بدل الرخصه سنتين خلوها 3 سنين عشان يهربوا من كل مره تجديد. قالوا لهم فين يا جدعان الشريعه الاسلاميه؟ طبقوا ايه؟ لغوا البنوك لما راحوا، لغوا السياحه الشاطئيه، لغوا شارع الهرم. ما حصلش. يبقى فين بقى هو الاسلام اللي الناس تختار؟ الاسلام يا الكفر؟ الصيغه الابيض واسود اللي انت بتصورها ان احنا كديمقراطيه من حق الناس تحتكم الى شريعتها والاغلبيه عايزه تحكم الشريعه الاسلاميه، انما لو دخلت في التفاصيل هتلاقي الناس تعترض. وده اللي حصل فعلا، الناس طلعت اعترضت وصارت على حكم الاخوان المسلمين لانه حكم فشل. مش في مصر بس، عشان ما تقولوش بقى ما اعرفش ايه وعرقلوا الحكومه وما عرقلوش مرسي والكلام ده. طب واللي حصل في المغرب بعد 10 سنين الحكم، وتونس اللي هم موجودين في الحكم برضو من ايام ثوره 11 لغايه دلوقتي، يعني حتى لو المرزوقي كان تبعهم، يعني يعتبر المرزوقي كان متوافق مع النهضه وكانوا موجودين في الحكومه وفي البرلمان من اول 2011 لغايه 2021 لغايه ما بيقص سعيد ايه قلب الترابيزه يعني ايا كان. فاحنا بنتكلم لا عن موجودين اهم، موجودين في افغانستان وكانوا موجودين قبل كده. فانتوا منين بتقولوا بقى ان الناس تختار والاغلبيه تختار؟ هل الاغلبيه الايرانيه مختار الحكم اللي هم فيه ولا هو استبداد باسم برضو الفقه الشيعي؟ الناس مش راضيه، الناس عايزه مشاكلها اليوميه تتحل. مش مشكلته بقى انك تلغي التلفزيون وتلغي السينما وتلغي البنوك وتلغي كذا وتسود عليه عيشته وبعدين ما تحلوش مشاكله. بيقول الدليل الثالث على النفاق العلماني في هذه القضيه هو ان تطبيق الشريعه الاسلاميه في المجتمعات ذات الاغلبيات المسلمه هو ايضا تطبيق واعمال لمبدا يزعم العلمانيون انهم من اشد انصاره حماسا، وهو الديمقراطيه الليبراليه. وإذا كانت الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، فإن إرادة الأغلبية أن تحكم بلادها بشريعتها الإسلامية معناها الإعمال لمبدأ تنفيذ إرادة الأغلبية في النظام الديمقراطي. فليرى العلمانيون أن الديمقراطية تعني حق الأقلية في تعطيل وإلغاء إرادة الأغلبية، وهل هذه ديمقراطية جديدة ابتدعوها لمواجهة الإسلام والمسلمين، أما أن القضية برمتها لا تعد نفاق العلمانيين الذين مرضوا على النفاق. والدليل الرابع على تهافت منطق العلمانيين وتهاوي حججهم في هذه القضية هو أن احتكام المجتمع ذي الأغلبية الإسلامية إلى المنهاج الإسلامي في شؤونه الحياتية فضلاً عن أنه إعمال لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية فإنه ليس وهكذا. تاني دلوقتي الديمقراطية بتقول إن إحنا هنطلع حكومة، والحكومة دي هتقول هتعد بوعود اللي هي الأصل فيها ما لهاش علاقة بموضوع الدين، الدين كل واحد لدينه، إنما الأصل فيها تحسين جودة الحياة، تحسين أحوال الناس، التعليم والصحة والبطالة والمعاش والخدمات بشكل عام، الطرق وما شابه ذلك، تحسن جودة الحياة، ده المطلوب من الحكومة. وبعدين القوانين بقى، القانون بيتناقش وفي إعلام بيراجع. طب ما أنتوا كنتوا موجودين من 84 في البرلمان، هتقولي مشروع قانون يتقدم إسلامي. وبعدين احنا شفنا الفقه اللي بيتكلم بقى عن إيه، إن لا يقتل مسلم بكافر، هو ده الإسلام اللي عايز تطبقه وتقول لي إن هو هيدي للناس تطبق شريعتهم لا يقتل مسلم بكافر، وإن شهادة المسلم المسيحي مش مقبولة؟ هو ده يعني، هو يعني من 84 موجودين في البرلمان في مصر لغاية 2010 موجودين، فين مشروع قانون كده يقولوا إحنا عايزين نطبق الشريعة ونصيغ المادة الفلانية؟ كان في بنوك موجودة وفي سينما موجودة، كل الموضوع يثير القضية ضج رأي عام على مش عارف رواية عليها صورة، مش عارف اعشاب البحر، مش عارف قال فيها كلمتين وحشين، كلام كده فارغ. انما صاغوا مشروع، وفي منهم قانونيين، انت بتتكلم عن 87 كان فيها مأمون الهضيبي، المفروض المستشار مأمون الهضيبي، وانتوا عندكم طبعا المفروض محامين وكلام من ده بتوع الاسلام السياسي، ما انتجوش ليه ماده قانون وقالوا يا جماعه عايزين نغير الماده دي بالماده دي عشان توافق الماده الثانيه من الدستور؟ انما انت بتتكلم عن كلام عام، وبعدين عايز تمسك سلطه الحكم وبعد كده تنفذ اللي انت عايزه. ده اللي هو بيقولوا ايه، ان الديمقراطيه ان احنا نسيب الناس تحكم باللي عايزاه، اللي هو الاسلام، اللي هو الاسلام اللي هو ايه ما بيقولش. والدليل الرابع على تهافت منطق العلمانيين وتهاوي حججهم في هذه القضيه هو ان احتكام المجتمع ذو الاغلبيه الاسلاميه الى المنهاج الاسلامي في شؤونه الحياتيه فضلا عن انه اعمال لحقوق الانسان والمبادئ الديمقراطيه فانه ليس
يعني المهم يعني خدت اهم حاجه في الشبهه، لان هو طبعا بيهرج كتير محمد عماره. نشوف الشبهه الرابعه، شبهه غموض المشروع الاسلامي وغيبه برنامجه. وده اللي قاله بشكل مباشر فرج فوده. هو الكتاب ده مكتوب تحت تاثير المناظره اللي هم حسوا ان هم اتهزموا فيها هزيمه منكره، بعيدا عن الالترز بتاعهم اللي كان عمال يشجع ويهيص لهم، انما على مستوى الواقع وان حاجه مسجله انهم كانوا مدانين بشكل كبير جدا وخصموا النظره قدام فرج فوده وقوه حجته. هو قال لهم فين المشروع اللي نصوت عليه ونختلف ونتفق عليه؟ انما تقوليش يا الاسلام الكفر. والشبهه الرابعه من شبهات العلمانيين هي ان الاسلام الدين، اسلام العقائد والشعائر وعلاقات المسلم بخالقه واضح كل الوضوح، لا غموض فيه ولا ابهام. دي كلمات فرج فوده. وليس كذلك اسلام الدوله، يعني هو ده كلام فرج فوده بالنص. يعني لو اتكلم عن اسلام الدين ما عندهاش مشاكل فيه، عقائد وشعائره وعلاقات المسلم بخالقه دي واضحه، انما اسلام الدوله، اسلام السياسه والاقتصاد والاجتماع ومختلف شؤون العمران. وفي عالم العلم والمعلومات فان الناس لا يقبلون ان يقادوا الى المجهول الغامض. دي كلمات فرج فوده بالنص، او الغموض المجهول. فاين هي البرامج التي يقدمها الاسلاميون للناس ليستجيب من يستجيب عن بينه ويرفض من يرفض عن بينه؟ كلماته اللي هي كانت كالرصاص. بيحاول يقول عماره بقى، ومنذ البدايه بدايه رد هذه الشبهه من شبهات العلمانيين، وهي من اشهر الشبهات لديهم واكثرها زيوعا، نقول ان الاسلاميين عندما يدعون الناس الى اسلاميه السياسه والدوله والعمران بتحكيم شريعه الله في شؤون الانسان الخليفه عن الله، فانهم لا يدعون الناس الى امر مجهول، بل إنهم لا يدعون الناس إلى أمر جديد حتى يصح أن يكون مجهولا. إننا بالدعوة إلى إسلامية حياتنا الدنيا كلها لتكون في ميزاننا بالدار الآخرة التي هي خير وأبقى، بل التي هي الجديرة بالوصف الحق للحياة. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. إنما ندعو الناس إلى العودة إلى المألوف الذي ألفته الأمة، الذي حقق لها وحدتها كأمة وأصمر لها دولتها المتميزة التي فتحت في 80 عاما أكثر مما فتح الرومان. سادت الفتح الغربي في 8 قرون وشتان بين فتح الإحياء وفتح المسخ والنسخ والتشويه. ندعو الناس إلى العودة إلى المألوف الذي أصمرت حاكميته عندما احتكمت إليها الأمة حضارة تميزت بالتوازن الذي تحقق للإنسان في ظلها دون سواها في كل أطوار تاريخ المعروف. فين بقى؟ شاور لي على حقبة زمنية. وده اللي قاله لهم برضو فرج فوده، حقبة زمنية هي بقى دي المثال. هو بالفتح ان في 80 عاما فتحت اكتر من الرومان. طب الاحتلال الانجليزي سيطر على ربع الكرة الارضية في زمن اقل من 80 سنة، هو مش بفتوحات. الاسكندر الاكبر كان بيحكم بتاع اكبر من كده. وبعدين انت عملت ايه جديد؟ ما انت دخلت خدت الناس سبايا وقتلت الرجالة وقلت الجزي. انت ده يعني نرجع لمين؟ العصر العودة المألوف اللي هو العباس اللي كان بيقتل بالشبهة. أبو العباس السفاح بتاع الدولة العباسية كان بيقتل بالشبهة، يعني واحد شاكك فيه إن هو إيه، إن هو تبع العلويين، يروح قتله، يقول طب اقفل كان بريء، يقول لهم خلاص عجلت ذهابه للجنة، هو مش بريء، وديته بسرعة للجنة، مش بريء بقى أنا قتلته. وكان بيقتل مين؟ يعني اللي هم يعني قتلوا مسلمين أكتر ما قتلوا ما خلوش عليها أموية. وكان بيخلفوا العهود لما عطاهم الامان وبعد كده قتلهم. هو العباس السفاح هو ده المألوف الحره اللي هي الانصار حبوا الناس الى الرسول عليه الصلاه والسلام لما يتقتلوا بالمنظر البشع ده. هو ده العوده للمألوف. فين المألوف؟ شاور لي على حته في التاريخ الاسلامي. كل المنابر بتتكلم عن العمريه، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وبرضه يعني تاريخهم في كلام، انما تاريخ طويل عمره 14 قرن بنتكلم عن اثنين. الدولة العثمانية زي ما قلنا سليم الأول واللي عمله في مصر لما قتل 50,000 واحد في يوم وعلق على باب الزويلة طمان باي. يعني هو ده العودة للمألوف. هو بالفتح زي ما انتم سميتوه فتح، يعني ان احنا سيطرنا على الكرة الأرضية. ايه بقى التميز؟ ايه التوازن اللي يتحقق الإنسان في ظلها؟ لما تقول لي الكنائس تتهدم والناس تدفع الجزية وانهم اهل ذمة وبعدين تزنقوا في الحيطة وما يمشيش في نص الشارع وتحقر من شأنه، يعني هو ده التوازن؟ هو ده التوازن؟ والناس ما يعني ما تلاقيش الجزية تضطر تسلم بعضها يعني؟
او تحت، اذا كان انت اصلا قهرت المسلمين يعني، انتوا يعني الدوله، شوف اللي حصل ايام الخلفاء الراشدين، المسلمين بينهم وبين بعضهم حصل مجازر بهذا الشكل، فهل هتبقوا اكثر رحمه بالمسلمين من المسيحيين او اليهود او غيرهم من الاديان الاخرى؟ لا، اللي ارتكب برضو في عصر التاريخ. يعني شاور لي على حته كده عشان نفصصها ونجيبها في التاريخ ونشوف ايه اللي حصل فيها بالظبط. قول لي والله ده فتره الامام كانت كويسه، ده فتره ما اعرفش كانت كويسه. مش انتوا اللي بتقولوا ان الخلفاء الفقهاء الاربعه اتعذبوا، اللي اتجلد واللي اتسجن واللي مات في السجن؟ ابن تيميه نفس الكلام، مات في السجن، مش يعني فين يعني؟ شاور لي اذا كان كانوا بيضطهدوا الايه اللي هم الشيوخ بين قوسين يعني او الفقهاء، فما بالك بقى هيعملوا ايه في المسيحي ولا القساوسه؟ ده ادعاءات يعني كاذبه، لان التاريخ ليس ابيضا، ربما يكون في بعض الامور اللي كانت جيده، بعض الانتاج الفكري، بعض الانتاج الثقافي، وحتى الانتاج الثقافي والفكري اللي هم بيتباهوا بيه هتلاقيهم اتكفروا كلهم، ابن سينا والفارابي والبيروني وابن النفيس هتلاقيهم كلهم اتكفروا، يعني حتى اللي هم بيدعوا انه بقى انتاج حضاري وكلام من ده من قبل الفقهاء اتكفروا. اما البرامج التفصيليه التي تفصل السياسات الى خطط تنفيذيه، فإننا نقول للعلمانيين الذين يصيحون باحثين عنها ومفتقدين إياها في أدبيات الإسلاميين، نقول لهم إن البرامج التفصيلية يستحيل أن تأتي في الصورة الطبيعية والحقيقية لمهمتها برنامج تغيير الواقع بين قوسين يعني، إلا إذا قبض وضعوها على زمام الواقع. أهم قبضوا على زمام الواقع في تونس وفي المغرب وفي مصر وفي أفغانستان، وقعدوا برضو فكرة دولة داعش دي فترة من الزمن بتحكم 4-5 سنين. إيه اللي حصل فيها؟ ولم يحدث في تاريخ الدعوات ولا الثورات سماوية كانت أو وضعية، بيصر برضو أنها سماوية، دي من السماء ودي من الأرض، أن وضعت دعوة إصلاح أو ثورة انقلابية البرامج التفصيلية لتغيير الواقع قبل أن تقبل على هذا الواقع لتحيط بتفاصيله خبرا. فالصياح العلماني أين البرامج التفصيلية للإسلاميين التي تبدد الغموض في الطرح الإسلامي؟ هو صياح إناس يهرفون بما لا يعرفون. أنا بكلم المستمع والمشاهد، أهم يا سيدي قبضوا على الواقع، قبضوا على زمن الواقع أهو، وخابر ومش عارف إيه، وقال لك برنامج النهضة وبتاع، وما أقولكش في مصر بس، لا ده في أكتر من دولة، حتى غزة هم بيحكموا غزة بقالهم فترة طويلة. شبهة اقتران المشروع الإسلامي بالعنف، نركز بقى. بين الشبهة الخامسة والأخيرة من شبهات العلمانيين هي قولهم أن التوجه الإسلامي مقترن بالعنف والدموية والإرهاب، وإذا كان هذا هو حاله وهو بعيد عن السلطة والسلطان، فأي عنف وأي دموية سيشيعهما في المجتمع إن هو قبض على السلطان. دينا شايفينه دلوقتي في أفغانستان. ونحن في ردنا هذه الشبهة من شبهات العلمانيين لا ننكر أن في تيار اليقظة الإسلامية، خلي بالكم من مسمى اليقظة الإسلامية المعاصر، فصيلا غاضبا محتجا يسلك إلى مقاصده سبل العنف والجهاد بمعنى القتال، ويسيء الظن بسبل التغيير السلمية، بل ويهاجم أصحابها هجوما عنيفا. يعني هو بيعتبر التيار الغاضب ده اللي هو بيقلل من يعني موضوعه إن هو جزء من تيار اليقظة. لا ننكر وجود هذا الفصيل بين فصائل تيار اليقظة الإسلامية المعاصر، يعني هو شايف ان العنف ده فصيل من فصائل تيار اليقظة الإسلامية المعاصر، لكننا ننكر ونستنكر ذلك المكر العلماني الغربي والمحلي الذي لا يرى في تيار اليقظة الإسلامية إلا فصيل العنف والغضب، حتى لكأنه لا يرى في الإنسان إلا أنيابه وأظافره، والذي يتجاهل أن عنفه العلماني، عنف الدولة العلمانية التي أدخلت التيار الإسلامي إلى أتون المحنة عقودا متتالية، هو الأب الشرعي لعنف هذا العقل والصفوة. فكانت ثمرات الزلزال الذي مثله سقوط الخلافة العثمانية وما أعقبه من كتابات تعلم الإسلام ليقبل المسلمون النموذج الغربي وتشكك في صدق القرآن الكريم لتتكرس الهزيمة النفسية، كانت ثمرات هذا الزلزال وتصاعد حدة مخاطر التحديات استدعاء النخبة للأمة كي تدخل ميدان المواجهة. خلي بالكم هو دلوقتي بيقول لك ايه، العنف ده بيعتبره جزء من اليقظه، وان دي الانياب والاظافر بتاعه الايه، الجسم بتاع اليقظه الاسلاميه، وكان الانياب والاظافر شيء طبعا بيفكرني طبعا بايه، بانور السادات
لما قال الديمقراطية لها أنياب في آخر عهده طبعا. وده فكرني برضو بمعاوية بن أبي سفيان لما اتقتل عمار بن ياسر، وكان في مروية بتروج إن هو يقتله الفئة الباغية، والناس بقت تهتز في جيش معاوية وقالوا إن إحنا كده نبقى الفئة الباغية لأن إحنا قتلنا عمار بن ياسر. فطلع طبعا معاوية بن أبي سفيان بفقاقته وراح قايل قتله من أخرجه، قصد الفئة الأخرى اللي هي فئة إيه؟ فئة علي. وبدأ يعضد من إيه؟ من إيه؟ من السلامة النفسية لقوة جيشه. دلوقتي بيقول لك إن إحنا العنف ده أنتوا السبب فيه، عنف الدولة العلمانية هو السبب في الشراسة بتاع الدول، يعني أكنهم أمر إيه؟ أمر واقع. وبيقول إن بعد ما اتهدت الخلافة كان في صفوة وفي قاعدة يعني. قال لك فشهدت القاهرة بعد فشل مؤتمر الخلافة انعقاد مؤتمر الصفوة الذي كون جمعية الشبان المسلمين، ثم كما شهدت ناصر قيام جماعة الإخوان المسلمين أولى التنظيمات الجماهيرية لليقظة الإسلامية في عصرنا الحديث، فكان قيامها إيزانا بتخلق جسم لعقل اليقظة الإسلامية. يعني هما كانوا فاهمين ومدركين حسن البنا بيعمل إيه، حسن البنا بتاع البسطاء والشبان المسلمين دول هم العقل، يعني عايز يقول دول العقل ودول الجسم اللي هو ما بيفكرش، دول اللي بيفكروا له بتوع الشبان المسلمين دول صفوة، انهم عارفين ان حسن بنا هيشتغل على الاميين والبسطاء بخطاب يدغدغ العواطف والمشاعر ويستقطبهم وبعد كده يحركوهم الصفوة. ده اللعبة اللي كان بيلعبها محب الدين الخطيب الذي تبلور في طيار الجامعة الاسلامية على يد الشيخ جمال الدين الافغاني، وإذانا بتطور نوعي في مسيرة ظاهرة الطيار الإسلامي الحديث، يعني عايز يقول اللي جاب القواعد الشعبية هو الإخوان المسلمين. وهكذا عبر قرن من الزمان، من ستينات القرن التاسع عشر الميلادي إلى ستينات القرن العشرين، تبلور لتيار اليقظة الإسلامية، قصده طبعا كلمة التاسع عشر دي يعني 1860 اللي هو يعني جمال الدين الأفغاني، وكان محمد عبده لغاية ما دخلنا على القرن العشرين اللي هو كان بدايته حسن بنا في 28. تبلور لتيار اليقظة الإسلامية العقل والجسم والأنياب والأظافر، يعني هو بيعتبر أن الأنياب والأظافر ده جزء من اليقظة ما نقدرش نستغنى عنه. فغدا أبرز ظواهر العصر الفكرية التي يحسب حسابها كل دارس أو مخطط للفكر والواقع في عالم الإسلام، يعني عايز يقول لو ما كانش لنا أنياب وأظافر ما كناش كملنا المشروع بتاعنا، الأنياب والأظافر اللي قتلت فرق فودة. وهكذا أيضا عرفت مناهج الفكر في هذا التيار، منهج الإحياء والتجديد والاجتهاد الذي توجه به عقل الجامعة الإسلامية إلى النخبة والصفوة، وهو الذي تمثل في تراث الأفغاني ومحمد عبده بالدرجة الأولى، وكان تركيز هذا المنهج على نقد تراث العصر التراجع الحضاري والدعوة إلى العودة للمنابع الجوهرية النقية للإسلام الكتاب والسنة الصحيحة، مع إعلاء مقام العقل في تفسير النقد واستلهام ثوابت التراث كحلقة وسيطة بين المنابع وبين الاجتهاد للوقع الإسلامي الجديد، مع نقد النموذج الغربي وتحذير من أن يكون هو البديل لتخلفنا الموروث. وإن دراسة متأنية لتراث أعلام الجامعة الإسلامية في مرحلة الصفوة والنخبة لا تستطيع أن تضع يدنا وتكشف لعقلنا عن كثير من معالم المشروع الحضاري الذي اجتهد هؤلاء الأئمة لصياغته كي تهتدي به الأمة في مواجهتها للتخلف الموروث وللتغريب الغربي على حد سواء. يا ريتنا مشينا على أفكار محمد عبد وإن كنا لهنا عليها تحفظات، بس على الأقل كده أقل من السواد اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو ماشي على ابن تيمية وماشي بعد كده رشيد رضا وبعد كده حسن بنا. يعني محمد عبده رغم تحفظنا على بعض آرائه ولكنه طبعا كان أكثر نضجا من هؤلاء الجدد. الأيديولوجية الفكرية الأقدر على تحريك أمتنا للنهضة في مواجهة التحديات الرهيبة. دايما برضو بيقول لك أن الشيوعية سقطت والرأسمالية ستسقط أو سقطت ومفيش إلا الإسلام، وكأن الإسلام مشروع لواحد مستقل. ما هو الإسلام ده ما هيجي حمى هيطبق نظام رأسمالي، يبقى هيطبق نظام شيوعي، يبقى هيطبق نظام مختلط. وخلي بالكوا دلوقتي كله بيطبق نظام مختلط بنسب معينة، ولذلك مفيش حاجة اسمها اليسار واليمين بالمعنى القديم، مفي حاجة اسمها يسار الوسط ويمين الوسط لما نتكلم عن حركة الاقتصاد يعني كأيديولوجيا. يعني يقول لقد سقطت الأيديولوجيا الوضعية الماركسية والتي كان قيامها يتيح للعلمانيين أن يقولوا لنا عندما نتحدث عن مأزق الحضارة الغربية إن الغرب ليس فقط الرأسمالية. مأزق الحضارة الغربية إيه؟ هو الكلام ده متقال سنة كام؟ 92. عدى على كلام محمد عمارة إيه دلوقتي؟ 30 سنة. إيه اللي ضاع؟ إيه الحضارة الإسلامية اللي بيتكلموا عنها؟ الأيديولوجيا الإسلامية هي اللي سقطت.
مش الايه مش مش الايديولوجيا الغربيه او الراسماليه، ان الغرب ليس فقط الراسماليه التي تنتج لذات الانتاج وتستهلك لذات الاستهلاك وتحقق الوفره الماديه والقوه المتجبره لذات القوه المتجبره والغنى الفاحش لذات الغنى الفاحش، حتى لقد حققت اعلى معدلات الوفره الماديه والقوه المتغطرسه في ذات الوقت الذي حققت فيه لانسانها اعلى معدلات القلق والتشيؤ والانتحار والتحلل، فكانها مارد مادي ينتحر. طبعا ده كلام التشيؤ، دي كلمات عبد الوهاب المسيري. كان العلمانيون يقولون قبل سقوط النموذج الماركسي ان الغرب وجه اخر ونموذج اخر غير هذا النموذج المادي المنتحر، يعني هو كانه بيحسم الموضوع ان هو ايه الغرب بينتحر او ان الرأسمالية بتنتحر. والان وبعد انتحار الماركسية على النحو المأساوي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ انهيار الحضارات، ما هي الايديولوجيا التي تبشرون بها امتكم التي تعاني من تخلف الموروث ومن هيمنة غربية؟ وهل هناك اقدر من الخيار الحضاري الاسلامي على تحريك موات امتنا بطاقات الاعتقاد المقدس لتعود بهذه؟ هو بيأكد انها طاقات الاعتقاد المقدس. انتوا يعني للاسف الشديد خدعتوا الناس وادعيتوا ان المشروع بتاعكم له قداسة النص، لتعود بهذه الطاقات بعضا من المسافات التي تفصل بين ضعفنا وبين قوة الاخرين، فضلا عن ضمان هذا الخير الاسلامي توازن نهضتنا، فلا تدخل بنا في طريق الانتحار الذي دخله الماركسيون والذي يسير على دربه الليبراليون والرأسماليون. وبشرك يا دكتور عمار الله يرحمه، يعني ان اللي حصل انتحار هو الايديولوجيا الاسلاميه، الايديولوجيا الاسلامي السياسي. روسيا حتى اللي هي الماركسيه بتستعيد قواتها مره اخرى هي والصين وبتنافس، والرأسماليه ما زالت موجوده حتى الان وبتنافس وبتسيطر، واحنا في قعر الامم بسبب ايديولوجيا الاسلام السياسي اللي هي موديانا ورا من زمان. كان عمالين يبشروا بسقوط الماركسية وسقوط الرأسمالية والأيديولوجيا الإسلامية القادمة. إيه اللي حصل؟ هو قال الكلام ده من 30 سنة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي انهار؟ الأيديولوجيا الإسلامية. إنما الأيديولوجيا الماركسية أهو بتحاول تطور نفسها وتراجع أفكارها لأنها وضعية ما حدش يدعي إنها مقدسة. ودينا شايفين الصين أهي، وشايفين روسيا، روسيا بوتين الآن فيه، وشايفين طبعا الغرب وأوروبا وأمريكا فيه، واحنا فين؟ في القعر بسبب ايديولوجيا الاسلام السياسي. زي ما شفنا بيحاول او بيدعي ان هو رد على العلمانيين او على شبهات العلمانيين، وكأن ما يقوله في هذه الردود هو الحقيقة المطلقة، وانه كده رد كل الشبهات، رغم ان كل الشبهات اللي هو حاول يرد عليها كانت شبهات حقيقية وما زالت موجودة، بالعكس تعمقت اكثر فكرة ان ما فيش برامج تفصيلية، كل الأفكار عبارة عن أو كل ما يطلق عليها بين قوسين يعني الشريعة الإسلامية معظمها فقه واجتهادات بشرية، وحتى الجزء اللي هم بيدعوا أنه مقدس وله قداسة النص القرآني فيه خلاف من حيث التطبيق ومن حيث زمنية النص ومن حيث حتى ما يسمى قطعية الدلالة للفظ القرآني، لأن كثير من الأمور زي قطع يد السارق عليها خلاف كبير جدا، والفقهاء لاحقا زي ما قلنا قالوا عليها كلام، يعني حتى الحدود اللي هي أشهر حاجة موجودة فيما يسمى الشريعة الإسلامية هناك جدل كبير حولها من حيث إلزامية النص المقدس أو حتى من حيث قطعية ثبوت الدلالة لكلمة القطع، وكان في ناس كتير اتكلمت في هذه الأمور مش مجالها الآن، بس احنا بنقول إن محمد عمارة ما عرفش يرد والمعركة ما زالت مستمرة، وهنستعرض كتب ومقالات لآخرين، ولأن المعركة ممتدة، هي دي المعركة الحقيقية، معركة الوعي، المعركة اللي احنا بنقول عليها ان خلاص فكرة ادخال الدين في السياسة بهذا الشكل اللي عايز يدخله الإسلاميين او الادعاء ان هناك برامج تفصيلية وكله كلام فارغ وادعاءات كاذبة، وظهر كاذبها لاحقا لما هم طلعوا للسلطة. يعني محمد عمارة في الكتاب كان بيقول بس نوصل للسلطة، التفصيلات لما نوصل للسلطة. أديك وصلت للسلطة في مصر، في تونس، في المغرب، وكنت موجود في البرلمانات في مصر لغاية 2010، وموجود في البرلمان في الأردن، وموجود في البرلمان في الكويت، يعني كل هذه المجالس النيابية حتى لما كنتش بتحكم بشكل مباشر وصلت للرئاسة في مصر أو وصلت لرئاسة مجلس الشعب ورئاسة الوزراء في تونس، والمرزوقي طبعا كان برضو متحالف على الإسلام السياسي، ولاحقا كنت رئيس وزراء تبعك ومجلس الشعب تبعك، ولم تخرج تشريعات
تفصيلية كما تدعون تعالج مشاكل الناس وتقول إنها إسلامية السياسة أو إسلامية الواقع أو إسلامية العمران كما تحدث محمد عمار. ده بشكل عام استعراض لجزء من الكتاب، ربما نستعرض جزء لاحقا لنفس الكتاب أو كتب أخرى لمحمد عمارة وآخرين، نحاول أن نرد على ما يقوله من أفكار ومن أيديولوجيات فاسدة. وفكرة أن الإسلام يعني دايما الكلام بتاع الإسلام السياسي أن إيه، سقطت الشيوعية وستسقط الرأسمالية ولابد أن نجرب الإسلام. يا جماعة الشيوعية أو الرأسمالية بعيدة أنها أفكار أيديولوجية بشكل أو بآخر، ولكنها متحركة بشرية ومتحركة. ما هو روسيا قامت من تاني أهي، والصين ما هي قامت من تاني. ما مش نفس الأفكار القديمة بيعدلوها، لأنها أفكار بشرية ما عندهمش مشكلة. والرأسمالية اللي هي الآن مش هي الرأسمالية بتاعت زمان. وبعدين أنت كنظام بتدعي أن هو نظام إسلامي لك اقتصاد مستقل، ما أنت في النهاية إما هتاخد بالقطاع العام إما هتاخد بالقطاع الخاص. يعني ما في النهاية أنت مالكش حاجة مستقبل. العكس، انت ايام الاشتراكيه قلت الاسلام والاشتراكيه وان الرسول هو اول اشتراكي في الاسلام، وابو ذر الغفاري زعيم الاشتراكيه. انتهى عصر الاشتراكيه ودخلنا في الرأسمالية، قلت الملكيه الفرديه والاسلام يحمي الملكيه الفرديه والاسلام مع الاقتصاد الحر ومع حريه الحركه وحريه راس المال. يعني انتوا يعني مع الرايجه، يعني هو مفيش حاجه اسمها تقدر تقول اقتصاد اسلامي بمعنى التفصيلي. والاقتصاد الإسلامي اللي كان في عصر النبوة كان تبقى لظروف عصره، إدارة الأسواق بالشكل الفلاني بيحاول يطور فيها شوية، يعني بيدير العمران بزمنه، بيدير العمران بزمنه. إنما الرسالة الحقيقية للإسلام الدين اللي هو رسالة روحية، الناس تكون أقرب إلى الله، تكون أقرب إلى الأخلاق، هتاخد ثواب على الـ على الـ على العمل الحسن وعملوا الصالحات دايما، الذين امنوا وعملوا الصالحات. فدايما بيحرض الناس على عمل الصالحات، وان هيكون هناك حساب وعقاب. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى هو دين بيحرض الناس على الاخلاق الحميده، بيحرض الناس على السلوك الحسن، على العمل الصالح، دائما يحرض على العمل الصالح. وفقط هناك طقوس طبعا للتقرب الى الله والتزكية عن المال، ما فيش مشكلة، بحيث ان هو ده نوع من انواع التكافل والايثار، هو ده الدين. انما المعاملات، القوانين، العقوبات، دي امور متحركة مع الزمن ومتغيرة. وفكرة التفاصيل، ما فيش حاجة اسمها تفاصيل، احنا بنتكلم عن مبادئ عامة. وحتى لما نحترم المادة الثانية من الدستور، هي بتتكلم كان المشرع المصري حريص جدا، بيجامل الاسلام السياسي في هذا التوقيت السادات، وخلاها المصدر بدل ما كانت مصدر رئيسي من مصادر التشريع، بقت المصدر الرئيسي للتشريع. ولكن ايه، في الاول كان مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي ايه، الحرية، العدالة، كده، المساواة، يعني المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية اللي محدش هيختلف عليها، ان هي مبادئ كل الأديان. محدش هيختلف عن العدالة، محدش هيختلف عن الحرية، محدش هيختلف عن المساواة، ما حدش هيختلف عن مواجهة الفساد وتحقيق العمل الصالح، ما حدش هيختلف. يعني المبادئ العامة ما حدش هيختلف. والمشرع المصري هو بيجامل بتوع الإسلام السياسي كان عارف هو بيكتب إيه بالظبط، اللي هم عرفوا الخديعة أو عرفوا اللي حصل وحاولوا يلعبوا لعبة المادة 219 ويجعلوا أن مبادئ الشريعة المادة الثانية معناها المذاهب الايه، مذاهب الفقهاء اهل السنه وتعطل عليه الفقه. دخلونا في متاهه الفقه اللي احنا زي ما عارفين ان هو في مشاكل كبيره جدا، ربما احنا تعرضنا لها واحنا بنتكلم عن احمد عبد ماهر في كتابه اضلال الامه بفقه الائمه، وشفنا كثير من الافكار السيئه التي لا نستطيع تطبيقها في هذا العصر، وانها لا تتناسب نهائيا مع هذا العصر، ولا اعتقد ان بعضها كان يتناسب مع العصور الماضيه. ولكنها فكره الايه، الاقوى بيفرض شروطه، الاقوى بيفرض قوانينه وبيسحق الطرف الاضعف. واحنا بنتكلم عن جيوش كانت كبيره جدا وتزحف لتاكل الاخضر واليابس في جميع انحاء المعموره. ده بشكل واضح تعليقنا على كتاب الاسلام والسياسه لمحمد عمارة، وربما نستعرض كتب أخرى لاحقا. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة. ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، لايك للفيديو، شير للفيديو. شكرا جزيلا.